فبرحب بكل مشاهدي قنوات اون تايم سبورتس. انتهت قمه الكره الافريقيه، النهائي التاريخي والذي جمع بين قطبي الكره الطائره المصريه الاهلي والزمالك. الزمالك توج باللقب برحب بك كابتن سيف وبرحب بكل مشاهدي قنوات اون تايم سبورتس. انتهت قمه الكره الطائره الافريقيه بين القطبين الاهلي والزمالك، وانتهت بفوز تاريخي لنادي الزمالك بثلاثه اشواط مقابل شوطين. يسعدنا ان يكون معنا الكابتن احمد فتحي ومريم متولي نجمه الفريق. مباراه للتاريخ طبعا، مباراه للتاريخ طبعا، يعني الواحد مش مصدق بصراحه. عايز اقول ان الف الف مبروك والله بجد لجمهور نادي الزمالك العظيم اللي استحمل كتير، والفرقه دي كمان استحملت كتير السنه دي، لكن هم اثبتوا قدام الناس كلها ان هم رجاله في فتره قليله جدا قدروا يقفوا على رجلهم ويفوزوا ببطوله افريقيا لاول مره في التاريخ للمره الثانيه على التوالي. الحمد لله. مريم كنت نجمه النهارده فوق العاده، اسباب الدموع دي ايه؟ وجود كابتن احمد فتحي معانا في الفرقه ملخص كل حاجه بصراحه. النادي معانا ما اثرش في اي حاجه، احنا اللي خذلناهم من البطولات اللي فاتت، والحمد لله لما كابتن احمد رجع قفلنا على نفسنا تاني وركزنا، وكنا حاطين في دماغنا ان البطوله دي بالثلاث بطولات اللي فاتوا واحنا نسينا اللي فاتوا، ومن دلوقتي هنبدا على الموسم الجديد ان شاء الله. المباراه كانت صعبه عليكم النهارده؟ طبعا طبعا صعبه جدا. فريق الاهلي محترم، احنا درسناه كويس، قدرنا ننفذ اغلب وقت المباراه. الجماهير طبعا ليها عامل كبير، جمهورنا موجود وبيشجعنا وجمهور الاهلي، ودي حاجه كانت مشجعه لينا اكتر. عارف ان انت تعبانه، قبل ما ارجع للكابتن احمد قولي لي تهدي الفوز ده لمين؟ ادي الفوز ده كابتن احمد اول واحد والله العظيم، ونادي الزمالك واهلي بابايا واخواتي واصحابي وكل الناس. شكرا. كابتن احمد شفت المباراه النهارده ازاي، خاصه وان هي مع واحد من اكبر الفرق الافريقيه والعربيه؟ طبعا النادي الاهلي نادي كبير وفريقه فريق كبير جدا، ومعاه مدرب كبير جدا كابتن ابراهيم فخر الدين طبعا. يعني فبصراحه يعني احنا طلع عنا كابتن ابراهيم عامل تشكيلات وعامل تغييرات، وعنده فعلا لعيبه كتير قوي قدر يتحكم في بعض الاشواط، لكن الحمد لله احنا الحمد لله كنا مذاكرين فرقه كويس، وعلى قد ما نقدر قاتلنا لاخر لحظه. يعني الجيم الرابع كنا خاسرين 15-14 والاهلي كسبان 2-1، يعني المباراه راحت 3-1. الحمد لله قدرنا نرجع في الجيم الرابع ونكسب الخامس. الفريق بذل مجهود كبير امبارح في مباراه الامس في الدور قبل النهائي مع البنك التجاري الكيني. بالظبط، احنا عملنا الحمد لله ريكفري امبارح بالليل بعد الماتش. برضه الفريق الكيني فريق كبير جدا، والحمد لله النهارده اتمرنا الصبح، حفظنا الناس على الشغل، وهو ربنا سبحانه وتعالى رجلنا نكسب، لان احنا يعني شايلين، قلت لهم شايلين حاجه كويسه وعوضنا كتير قوي عن الدوري والكاس. توقعت ان المباراه تروح للشوط الخامس وتعاملت معاه ازاي؟ من قبل المباراه وانا متوقع ان المباراه هتوصل اربع اشواط او خمس اشواط، فالى حد ما في اخر الجيم الثالث يعني ريحت بعض اللعيبه المؤثرين جدا لمده 10 بوينت، والحمد لله ده عمل معانا فارق في الشوط الرابع والخامس. كابتن احمد الفوز الله يبارك فيك، شكرا. بقى دي الفوز ده طبعا بصراحه يعني لاسرتي واهلي وجمهور نادي الزمالك العظيم ده والمجلس الاداره يعني بنات الابطال الحمد لله.